ما الذي تبقى من عصا الدولة؟ هذا سؤال اللحظة العريض والجريح في المناطق المحررة. تبرز إلى السطح ندوب كثيرة في جسد الدولة اليمنية، تبرز في تعز وشبوة كثيرا وفي عدن أكثر باعتبارها العاصمة المؤقتة لكل اليمنيين. تعددت مراكز القوى وغابت الدولة كقوة واحدة تمتلك الشرعية والمشروعية في مشهد أقل ما يمكن وصفه بغير الطبيعي، وبالذات في ظل غياب الفاعلية السياسية التي لم تفعل مؤسسات الدولة واكتفت بالجلوس على مقعد الفرجة كحكم ساحة غير فاعل في ملعب الصراعات المتفاعلة. يرى مراقبون أن فشل الحكومة الشرعية في إدارة المحافظات المحررة جراء غياب الرؤية الواضحة والعمل بطريقة ارتجالية وعشوائية تفتقر للتخطيط وخلق أسس واضحة تلتزم بها كل القوى المنخرطة في خط المقاومة تحت لافتة الحضور السياسي للدولة. بحسب متابعين، فإن فشل الحكومة الشرعية في أداء وظائفها الأمنية والخدمية والاقتصادية ليس بمعزل عن الفشل السياسي للقيادة الشرعية التي يبدو أنها تسير وفق إملاءات وتوجهات قيادة التحالف التي تدير معركة التحرير وفق معادلة غامضة بدأت تتضح بعض ملامحها وما خفي كان أعظم. العلاقة المشوهة بين الشرعية والتحالف تبدو مخرجاتها كارثية تهدد مصير أمن اليمن والمنطقة، من بينها تفتت اليمن وتوزيعها بين مجموعات من الكتل والفرقاء وخلق أنوية صراعات داخلية في كل منطقة ومحافظة قد تنفجر في وجه الجميع تماشيا مع القاعدة الفيزيائية: الضغط يولد الانفجار. إهانة رمزية الدولة والفشل في بناء مؤسسات الدولة في المناطق المحررة يخلق عبئا مضاعفا في طريق استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، خصوصا مع بروز الكيانات الأمنية الموازية للدولة التي تبدو أغلظ عصا وضعت في عجلة معركة التحرير.